تجسس واحتيال وابتزاز، جرائم أصبح ارتكابها أسهل مع الذكاء الاصطناعي، تقنيات كثيرة لم تبق شيئا، صوتنا وصورتنا وبصمات عيوننا لم يعودوا ملكا لنا، إذ أصبحوا عرضة للاختراق والتزييف، والأخطر أن هذا كله أصبح متاحا في عالم الجريمة. الجرائم المتعلقة بالنصب والتزوير وبث الذعر تم ارتكابها مؤخرا بمشاركة الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى من التطور. يعتبر الذكاء الاصطناعي تطورا رقميا انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتداخل في مجالات متعددة، ما جعله يتسبب في مخاوف كثيرة وتساؤلات أكثر. فهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل البشر؟ أم أنه يشكل تهديدا للعدالة؟ أم يصنع البشر وحشا لا يمكنهم السيطرة عليه؟ لا شك أن الذكاء الاصطناعي يعد تطورا رقميا هاما في الفترة الأخيرة، كونه تداخل في مجالات عديدة. فنحن الآن نعيش ما كان يراه السابقون خيال علمي، بعد صنع الإنسان الآلي والسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار وغيرها التي حلت محل الأيدي البشرية. منظمة الصحة العالمية ذكرت في بيان لها أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إجراءات الرعاية الصحية ينطوي على وجود معلومات خاطئة تماما مع ارتكاب أخطاء في العلاج. استخدم العديد بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في جعل الموتى يتحدثون عن حياتهم، وهذا ما رآه الناس انتهاكا لحرمة الأموات. وأخيرا تم استخدام هذه التقنيات في الابتزاز، كما حدث مع بسنت خالد والتي تم فبركة فيديوهات فاضحة لها، ما سبب لها مشكلات نفسية كبيرة وصلت بها حد أن أنهت حياتها، وغيرها من الوقائع المشابهة، كتقليد صوت أم كلثوم، ما جعل شركة ميتا المسؤولة عن بعض منصات السوشيال ميديا تعمل الآن على إنتاج أداة تتعرف على الصور والفيديوهات والأصوات المصنوعة من قبل الذكاء الاصطناعي بعد نشرها، لتضع عليها علامة توضح أن تم إنتاجها من قبل الذكاء الاصطناعي. وأخيرا، هل تستطيع الأنظمة الرقابية والاجتماعية مواجهة الأزمات الإخلاقية والحقوقية التي يسببها الذكاء الاصطناعي أم لا؟